السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ، كان عندي مبلغ من المال وكنت مشغله مع أحد الأشخاص لفترة من الزمن، وبعد كده الشخص ده تعثر وبعديها اختفى مدة من الزمن، وبعديها يعني عرفنا اللي هو خرج بره مصر، طيب لكنه تعهد اللي هو يرد الفلوس يعني. طيب عفوا، هو كان يعمل أنشطة حلال أم لا تعرفون أنشطته؟ لا، أنشطة حلال. طيب خسر من افتراض انك يعني. اذا كان يعمل في انشطه، صبرا صبرا تفضل، اذا كان يعمل في انشطه حلال وعلى مرء منكم ومسمع ويعطيكم من الربح ربحا، يعني هو زعم ان هو ضيق عليه وكده يا اخي صبرا علينا، يغفر لي ولك ربنا. هو كان يعمل اعمالا حلالا ويعطيكم ارباحا، تعثر، ما صورة التعثر؟ هل خسر؟ إذا خسر تتحملوا معه في الخسارة، ولا كان أمركم أنكم تأكلون الربا؟ إذا كان متعثر لأنه خسر تتحملوا معه الخسارة. إذا كان هناك عارض آخر فينظر إلى العارض الآخر ما هو. شكرا. أيوه، هناك عارض آخر ينظر وضع. تمام. طب دلوقتي يا شيخ، هو دلوقتي يعني مع زكاة المال حل، هل الفلوس دي يزكى عنها؟ لا يزكى عنها إلا إذا رجعت إليكم، أخرجوا عنها زكاة سنة واحدة. نعم إن شاء الله.